بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ده فيديو من 2017 لهذا السبب، اسم قناتي حسن خطك بالشخبطة. هنشوف ازاي بنستعمل الشخبطة يا جماعة في تحسين الخط، هنشوف مع بعض كده. بسم الله. طبعا انتم فاكرين اياد، ازيك يا اياد؟ اياد طبق عليه او بيطبق برنامج علاج الخط العربي او سوء الخط العربي بالشخبطة. احنا طبعا كنا مدينا اياد الحصة اللي فاتت الواجب كان عبارة عن الحركات الجميلة اللي هو عاملها دي، ممتازة طبعا. ادي شايفين طبعا مدى الحمد لله رب العالمين تمكنه في الالم، ابتدى يشتغل. وطبعا احنا لسه مستمرين باستعمال الشخبطة زي ما انتوا شايفين. ده برضو من ضمن واجب اياد. جميلة اياد. النهاردة بقى الحصة الرابعة اياد ابتدى يكتب الحركات زي ما انتوا شايفين كده، بسم الله ما شاء الله، عد ايده متمكن من القلم. ده طبعا رابع حصة يا جماعة، مش فترة كبيرة يعني. زي ما انتوا شايفين الحركات ممتازة 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 ممتازة. وادي الحروف، طبعا الحروف اياد ابتدت تبقى بسم الله ما شاء الله فيها الروح. الخط يا جماعة بدأ يظهر. طبعا انا هفكركم برضو بسرعة كده، خط اياد كان عامل ازاي. زي ما انتم شايفين ده خط اياد الاصلي، واحنا طبعا ان شاء الله باذن الله مستمرين معاكم وهنتابع معاكم مرحلة بمرحلة تقدم اياد مع العلاج بايه يا عم اياد. علاج بايه؟ تسلم. احنا زي ما قلنا يا جماعة ان اياد ده النجم البرنامج العلاجي للخط السيء بالشخبطة. بيه يا اياد؟ بالشخبطة. تسلم يا اياد. زي ما انتم شايفين يا جماعة ده الواجب بتاع اياد اهوت. وادي بص الحركات، طبعا انا ملفه جايلها كده الحركات بتاعته، في تقدم في ايده على فكرة، ابتدى يكتب الحروف اهيت، جميلة جدا. وادي يا جماعة بصوا الحروف ده الجديدة، حرف الراء والسين والدال، ماشي. بصوا يا جماعه ده شغل اياد برضو، وده شغل اياد. الازرق ده كله شغل اياد يا جماعه. واياد في ثانيه كده هيعمل لنا، هيكتب لنا النماذج ديت. يلا اياد، حرف الالف. احسن اياد، احسن اياد، برافو عليك. حرف الباء يا اياد. حرف الجيم يا اياد. على مال جميل، الله عليك، جميل اياد، تسلم. حرف الدال يا اياد، ماشي، ممتاز ممتاز. عليك فوق السطر، فوق السطر، فوق السطر، جميل اياد، عسل. اعمل حرف الراء يا اياد. ايوه الف دي، تسلم. ايوه ايوه انتشها كده، برافو عليك، جميله الراء دي، جميله جدا. يلا جميله، بس اعمل السين يا اياد. الله عليك يا اياد، تسلم تسلم يا اياد، برافو عليك برافو عليك، تسلم. اياد بيكتب الحروف. يلا اياد اكتب حرف الالف. احسن اياد، ما تعدش عليه، اعمل واحد بس، مرة واحدة بس، ماشي، برافو عليك. خلاص اكتب الباقي اياد، الباقي اياد. احسن اياد، جميلة، تسلم ايدك، ماشي اياد، اعدل، ايوه كده، برافو عليك، تسلم. جيم، ماشي اياد، جميلة، تسلم. دال، فوق السطر، خليك فوق السطر، ماشي. الراء، عسل، تسلم يا اياد، الله، برافو عليك برافو عليك.
السين على مهلك. ايوه ظبط الكاس، لا ظبط الكاس رقم 3. ايوه جميله رقم 3 ايات نزل. ايوه جميله صاد حرف باء واعمل كاسه. الكاسه لها سنه، في سن الكاسه، مش الكاسه من فوق، لا الاولانيه دي. ايوه اه يلا حرف باء ماشي. اعمل الطه طه عسل يا ايات، برافو عليك ماشي يا ايات جميلة يا ايات. بس اعمل حرف العين ها من فوق جميلة يا ايات. ارفع فوق، ارفع ايدك فوق، ارفع ايدك فوق السطر، فوق السطر جميلة جميلة. تسلم ايدك اياد، وده اخر ما توصل اليه اياد في برنامج علاج الخط السيء بالشخبطة. طبعا شايفين يا جماعة بسم الله ما شاء الله خطه ممتاز ممتاز ممتاز، وبداية قوية ان شاء الله باذن الله تبقى زي الفل يا جماعة. طبعا ده كان واجبه الشخبطة. سلام يا اياد. سلام.